ثم أما بعد، فمع بصائر الذين يقيمون الصلاة مما ذكرنا قبل من آيات أوائل سورة البقرة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. والغرض الوقوف على هذه الآية كما وقفنا عليها من قبل، وأحببت أن تكون لي معها وقفات الذين يقيمون الصلاة، نظرا لأنها تشكل فعلا العمود الفقري والعماد الذي يرفع خيمة الإسلام. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المتقون إذن رتبة من رتب الإيمان، ومنزلة من منازل الإسلام، ومقام من مقامات الإحسان. المتقون أو التقوى، وقد سلف الكلام عنها في غير هذا الموطن وفي غير هذا المكان، وإنما القصد بحول الله عز وجل القصد الساعة الكلام على هذه الصفة من بعد صفة الاعتقاد إيمانا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة أو إقام الصلاة ليست ألفاظا تذكر عند الإقبال عليها وحسب، ولكنها أمر أبعد من ذلك بكثير وأعمق من ذلك بكثير، لأن ما نسميه في الاصطلاح الفقهي إقامة الصلاة مما هو مشهور لدى الناس إنما هو تأذين أو أذان، نوع من الأذان وضرب من التأذين والإعلام. وذلك أنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: بين كل أذانين صلاة، ويقصد بالأذانين الأذان الأعلى والأذان الأدنى. الأذان الأعلى الذي يرفع من على الصوامع ويؤذن بدخول الوقت، اللي هو الأذان معروف، يؤذن بدخول الوقت، وقت وجوب الصلاة صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. والأذان الثاني هو الذي نسميه بإقامة الصلاة أو ألفاظ الإقامة. فالأول إعلان وإعلام للبعيد، يعني الأذان الذي يكون من على الصوامع هذا إعلان وإعلام أيضا للبعيد بأن الوقت قد دخل وأن الوجوب قد تعلق بالذمة، فلا يسقط وجوب الصلاة إلا بمانع من الموانع المعلومة، ولا يكون إلا لمن غاب عقله أو للنفساء أو الحائض. وسقوط الصلاة كلية هو من أندر النوادر، وقد بينت هذا قبل. وأما الثاني الذي هو الإقامة فهو إعلام للقريب بالشروع والدخول في الصلاة، فكلاهما إذن أذان، ولذلك قال بين كل أذانين، وإنما الأذان الإعلان. وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم وأعلن عليهم وعلى الملأ أن الحج قد وجب عليه. لكن قوله عز وجل ويقيمون الصلاة شيء آخر تماما، فلا علاقة له بهذه الألفاظ قد قامت الصلاة، لا علاقة له به إلا كما للكل بالجزء من علاقة، وهذا يصدقه الفقه والواقع، لأنه ليس مطلوبا من كل الناس أن يقيموا الصلاة في الجماعات، وإنما يقيمها واحد، يعني بالألفاظ فتقام له، وكان يأمر بالصلاة فتقام. أما اللفظ الوارد في القرآن فهو عام مستغرق لجموع المتقين، كل الناس المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وإنما إقامة الصلاة أي أداؤها على أحسن وجوهها، أقام الشيء يقيمه، جعله مستقيما لا اعوجاج فيه. ولذلك فليست لفظة يصلون كلفظة يقيمون الصلاة، بينهما فرق كبير. إقام الصلاة هو أهم شيء من الأعمال يقوم به المسلم في حياته التعبدية سيرا إلى الله عز وجل، لكن ليس الصلاة مجرد ركعات تؤدى وحسب، بل الصلاة حركة في المجتمع. الذي يصلي أو بالأحرى الذي يقيم الصلاة حقا هو الذي يعيش أحاسيس الصلاة ومواجيدها داخل المسجد وخارج المسجد، في عمله، في وظيفته، في متجره، في بيته، في كل مكان يعيش بإحساس الصلاة. أما وإنكم في صلاة ما انتظرتموه، يعيش حالة انتظار للصلاة
ويستصحب الإحساس التعبدي في معاملاته وفي تجاراته وفي كل سلوكه، هذا يقيم الصلاة. أما الذي يردد ألفاظ الإقامة عند كل صلاة ولو كان ما كان، ثم يخالف ذلك في أعماله وسلوكه وأسرته وكل تصرفاته، فليس مقيما للصلاة. وقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، حكم عجيب على هذه العبادة بأنها فاعلة بنفسها، هي فاعلة بنفسها تماما كما القرآن فاعل بنفسه. الله عز وجل حينما أنزل القرآن على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جعله معجزته الأولى، فكذلك أنت أيها العبد كرامتك الأولى الصلاة. فكما أن لمحمد بن عبد الله القرآن، فلكل المسلمين إن أحسنوا الصلاة. صحيح لهم القرآن، ولكن معجزتهم العملية الصلاة، كيف ذلك؟ أما كون القرآن معجزة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فمعناه أن القرآن كما ذكرت كان بين يديه فاعلا بنفسه مؤثرا في الناس، فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد فيه شيئا ولا ينقص، وإنما كان يتلوه: أتل ما أوحي إليك، يتلو ويقرأه على البعيد وعلى القريب وعلى الكافر وعلى المسلم، تماما كما كانت عصا موسى بين يدي موسى عليه السلام حينما اجتمع سحرة فرعون وألقوا ما ألقوا، فتحولت العصي والحبال كأنها تسعى، أفاعية كأنها تسعى، ففزع موسى من ذلك فأوجس في نفسه خيفة موسى. والله عز وجل علم ما وقع وما وقر في قلب موسى، قال له كلمة واحدة: وأنا ألقي عصاك، ألقي عصاك، والعصا ستفعل بنفسها ما تفعل، طبعا بإذن ربها وبأمر ربها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما استجاب موسى عليه السلام لربه وألقى عصاه، جعلت العصا تلقف الأفاعية المكذوبة، الحبال والعصي التي خيلت لموسى أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فموسى إذن في نفسه كان خائفا، لكن الله عز وجل أيده بمعجزته العصا. محمد عليه الصلاة والسلام أكرم عند الله من كل الأنبياء والرسل، ولذلك فقد أكرمه بأعظم معجزة في تاريخ الأنبياء والرسل، القرآن الذي كان بين يديه أعجب وأغرب من عصا موسى ومن غيرها من المعجزات التي سلفت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب العظيم يفتح القلوب ويزلزل الأعداء، وكذلك يبني الرجال، فقد أخرج أقواما من الظلمات إلى النور ومن البداوة المتوحشة. ماذا كان العرب قبله؟ قبائل متناحرة لأسباب تافهة في معارك دامت 40 سنة تزيد أو تنقص، كالبسوس والغبراء إلى غير ذلك من الحروب التي عرفت في تاريخ الجاهلية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج هذه الأمة الأمية المتخلفة المتوحشة أيضا التي تئد أبناءها وبناتها، أخرجها إخراجا، إخراج يعني صنع، فجعل منهم أساتذة العالم كعمر بن الخطاب، وقبله أبي بكر، كأبي بكر الصديق وعلي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة الكبار كمعاذ الفقيه وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، والزاهد المتقشف أبو ذر الغفاري، وغيرهم كثير، جيل من الصحابة صنعه بهذا القرآن العظيم. وجعل الله عز وجل لكل المسلمين الصلوات الخمس كرامات، وما يضيفونه من النوافل ندبا، جعل لهم منها أي من هذه الصلوات حياة، وجعل الصلاة فاعلة في حياتهم. إن صلوا حقا وأقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال وأقم يعني أن تصلي الصلاة على وجهها، فستكون تلك الصلاة فاعلة في نفسك وفي محيطك، وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو قامت الدعوة الإسلامية اليوم تجديدا للدين مقتصرة على فعل واحد لا تزيد، الصلاة، وتفرغت له تفرغا كاملا شاملا، لصلح أمر المسلمين في سنوات قلائل.
هذا نص القرآن وهذا نص التاريخ. فأما التاريخ في السيرة النبوية، ما كان محمد وصحب محمد عليه الصلاة والسلام بمكة قبل الهجرة 13 سنة يفعلون شيئا غير الصلاة، غير الصلاة، لأنهم قد قيل لهم كفوا أيديكم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكانت الصلاة أول شيء وأهم شيء حاضرا عندهم، وسائر التشريعات لم تكن بعد قد نزلت مما نزل بالمدينة المنورة. وكان من الآي المدني: أربى الله عز وجل المسلمين وصنع منهم الحضارة الإسلامية بالصلاة، رباهم عمليا بالصلاة. فالصلاة فيها ما ذكرناه عبر كل الدروس عن القرآن الكريم. صحيح كنت أقول وما زلت أن دستور الأمة إنما هو القرآن العظيم، فالصلاة جامعة لكل معاني العبادة، فيها القرآن يتلى تعبدا بشكل عجيب، حتى إن الرحمن سبحانه سمى صلاة الفجر قرآنا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ حزبه من القرآن مما يقرأه الناس اليوم، إنما كان يقرأه مصليا بقيام الليل. ثم كان كيراجع سيدنا محمد صوره عليه الصلاة والسلام بقيام الليل، صلاة، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تعبير عجيب، ألم يكن ممكن أن يقال من حيث الإمكان اللغوي إنك بصلاتك ستنتهي عن الفحشاء والمنكر؟ لا، الفاعل لم يكن هو المصلي، ولكنه أسند الفعل إلى الصلاة نفسها فجعلها فاعلة فيك، ولست أنت الفاعل فيها. ما خلكش أنت اللي يعني كتصلي وكتصلح رأسك لأنك تصلي، لا، أنت مفعول به، تصلي لست فاعلا، أنت مفعول به. فالله عز وجل إذن يصنعك على عينه إن كنت تصلي حقا، تقيم وأقم الصلاة. لذلك قلت وأنا أعلم ما أقول، لو أن الأمة أجمعت في صلاح أمرها وإصلاح شأنها على هذه العبادة، ولو على سبيل التدرج والتدريج، وأجمع الناس إجماعا على عمران هذه المساجد لصالح أمرهم بسرعة. الصلاة عبادة غريبة، غريبة يعني عجب، لو تأملتها لعجبت، ما كنت تعجبوش منها، لأنه العادة كتقتل الإحساس ديال الإنسان بالغرابة، وحينما تتأمل شيئا في بعض الأحيان تتعجب أن هذا الوضع هو هكذا. وما الذي يجعلك لا تعجب؟ الإلف والعادة. حينما تركب مثلا طائرة أول مرة في حياتك يوقع لك إحساس غريب جدا، كيف هذه الأطنان من الحديد يطير في السماء؟ المرة الثانية الثالثة تنسى هذا الإحساس، مش يولي بحال ركب على بيسكليت، مع أنه فعلا غريب. هل الغرابة زالت؟ لا، إحساسك الذي مات، أما الغرابة باقية فعلا إلى يوم القيامة. شيء عجيب أن يكون مثل هذه الأطنان من الحديد تطير في السماء. صحيح أن الناس اكتشفوا سنة من سنن الله، وإنما المؤمن يعجب من أمر الله. صحيح، كيف أنه جعل لنا مسالك ومسارب في الفضاء يمشي بها الحديد الثقيل، قوانين اكتشفت ربانية ووظفها الإنسان، والمؤمن يعجب كيف ركب هذا الكون وكيف بني. وننسى أنفسنا قبل ذلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جسمنا هذا الذي يحمل نفسنا أو تحمله نفسنا يعمل بمضخة القلب، كل مرة إذا حدث أن ذكرني شيء بخفقات قلبي، يمكن بعض الأحيان ندير ودني على وسادة وتسد لي ودني ونسمع الدقات ديال القلب، يريد إلي هاجس. هذا القلب هو المسؤول على دورة النفس اللي به قوام الحياة ديال أي إنسان، يدق 24 ساعة على 24 ساعة ما يرتاح، شيء عجيب، مع أنه جسم لطيف غير لحمة، لطيف. وتطول بعض الأحيان أعمار الناس وذلك القلب شغال، ما عنده عطلة، ما عنده راحة، ما عنده حد، ما عنده جمعة، ما عنده، كل لحظة بل كل ثانية خدام شغال. أمر عجيب فعلا، أمر عجيب. كثيرة هي أعضاء الإنسان التي قد تتعطل لأمر ما، والقلب وحده إن تعطل فمعناه الكارثة والمصيبة، وطبعا قبل ذلك وبعده دماغ الإنسان، وأشياء كثيرة من الجسم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنما قصدت بهذا أن الإنسان إذا تدبر وتفكر وتأمل يصاب بالدهشة،
والعجب فعلا غريب، وما يجري في دمنا من كائنات كأنها عاقلة تعرف كيف تتصرف وأين تتجه وكيف تقاتل وكيف تستريح وما العدو في الجسم وما الصديق، شيء غريبة. ولكن هذا الشيء كان نولفه صافي فيتبلد إحساسنا، شيء عجيب فعلا في حياة الناس وغريبة. من بين ذلك هذه الصلاة، سمعت كلمة من أحد الذين أسلموا من النصارى، هذا سفير ألمانيا في المغرب سابقا، مراد هوفمان معروف يعني. الآن مفكر إسلامي يكتب كتب إسلامية، سمعته يتحدث عن سبب إسلامه، يعني الحديث عن سبب إسلام الإنسان وسبب توبته، اللي كيكون مؤمن وكيكون يعني مسلم وكان فاسق ثم تاب، صعب جدا أنه يقول السبب هو كذا وكذا، ولكن هذا السبب الذي يتذكره الإنسان إنما هو النقطة التي أفاضت الكأس، وإلا في الأسباب كتكون عميقة وكثيرة وحدة على وحدة على وحدة كيوصل واحد مرحلة فينتقل، يعني كما هو في قانون التدرج إلى الطفرة. وهذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون وفي النفس الإنسانية، تحولات لا تحدث طفرة، خاصة في المجال النفسي الإنساني. النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله كان يرى إسلام عمر قبل أن يسلم، ولذلك كان يرجو إسلامه بالدعاء، وكان يرى إسلامه يعني كيشوفه كان يبصره كيقول هذاك ماشي ديال الكفار، هذاك خصو يجي لهنا. كان يرى إسلام خالد بن الوليد، وكان يرى إسلام عمر بن العاص قبل أن يسلم. تحول يحدث على مدد، ثم تأتي النقطة التي تحول المادة من كم إلى نوع، تحويل نوعي، فيتحول من كافر إلى مسلم ومن فاسق إلى تائب. هذا الرجل الألماني قال في سبب إسلامه: رأيت سجود المسلمين فانبهرت. شوف غير المسلمين ساجدين وبدأ يتعجب، عجيب هذه العبادة عندهم رب العالمين كيفاش دايرة. وفعلا راه العجب، راه لو تأملنا فعلا هذا الفعل الذي نؤديه في صلواتنا لعجبنا. هذه الحركات هي بالضبط حركات الملائكة في السماء حينما تصلي لربها، تصف كما يصف الناس، ألا تصفون في الحديث صحيح، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قيل: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يقيمون الصفوف الأول فالأول. والحديث الآخر صحيح أيضا: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حينما يقال والضالين وتقول آمين، وهي تركع وتسجد وتقوم بالأعمال جميعا من هذه الصلاة التي نصليها، وهي الصلاة التي فرضت على الأمم السابقة لكنهم حرفوها، فحولتها اليهود إلى شطحات، وحولها النصارى إلى موسيقى، وبقيت صلاة المسلمين تحفظ الأصل الذي في السماء بحفظ الله عز وجل يحفظه المسلمون في الأرض. أنت حينما تصلي فإنك تنتسب لا إلى التراب، بل تنتسب إلى الملأ الأعلى، كتولي واحد آخر ماشي ديال هاد الأرض، تصبح من سكان السماء. وقد أشرت قبل في قوله عز وجل في الصافات: والصافات صفا، في الزاجرات زجرا، في التاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. الصافات قال المفسرون صفوف الملائكة حينما تصف بين يدي ربها للصلاة، وقيل صفوف الملائكة حينما تصف لتلقي الأمر للتنفيذ من أمور القضاء والقدر مما يقضي ربك سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: إن إلهكم لواحد، خاطبنا بفعل الملائكة أيها الناس، هذه الملائكة هو يقسم بها سبحانه، يقسم بها بأفعاله: كيف تصف وتستقيم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يصفون ويستجيبون ويأتمرون وينتهون بأمر الله ونهيه، ثم يذكرون ويسبحون ويرتلون ويعملون ما أمروا. إن إلهكم لواحد، ربكم الذي أمر الملائكة أمركم، وربكم الذي تطيعه الملائكة يطلب طاعتكم، إن إلهكم لواحد، ألا تكونون كالملائكة؟ لذلك جعل لكم الصلاة، وليس عبثا أن تفرض وحدها من دون سائر العبادات في السماء السابعة، وينزل بها محمد عليه الصلاة والسلام وحيا ولا ينزل عليه بها وحيا، ما بقاش كيتسنى حتى ينزل بها سيدنا جبريل، بل هو سيدنا محمد هو نزل بها من عند الله بلا واسطة، ما كانش الملك جبريل خدم فيها بشكلها النهائي الذي صارت عليه
خمس صلوات كما هو معلوم. هذه العبادة عزيزة عند رب العالمين، عزيزة بزاف، عمل كبير وعظيم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الموقنون بالآخرة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الموقنون بالآخرة وأنهم إلى ربهم راجعون. الصلاة قلت حركة في المجتمع، المؤمن الذي لمست قلبه أحاسيس الصلاة لا يستطيع بعد ذلك أن يكون مؤذيا ولا شريرا، ما يقدر، لا يستطيع، لأن قلبه صلى، انتهى، انتقل من عالم إلى عالم، فالصلاة صنعته وغيرته. ولذلك قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بزاف ديال الناس يجي يشكيو يقول لك ودي فلان وفلان كيصلي معنا والفجر والصف الأول، ولكنه هذا يزني، هذا يبيع الخمر، هذا باختصار مع الأسف أقول لا يصلي، أو على الأقل لا يقيم الصلاة بهذا المعنى الذي ذكرت، وخا هو كان اللي يقول قد قامت الصلاة، لا يقيم الصلاة، لأن إقامة الصلاة أو إقامتها كما ذكرت إنما هو أن تؤديها على أنها عبادة تصلك بالملأ الأعلى، تصلك، وهي سفر تسافر فيه النفس من التراب إلى رب التراب، سفر. والله عز وجل لأمر ما جعل لنا الخطوات التي نخطوها في اتجاه المسجد معتبرة في الأجر، تحط بها عنا خطيئة وترفع لنا بها درجة، وجعل لك وضوءك طهورا من ذنوبك، كما في الصحيح من الحديث أنه إذا غسل فمه مضمضة خرج من فمه كل خطيئة اقترفها فمه أو اقترفتها شفتاه، وكذلك أنفه، وكذلك عيناه، وكذلك وجهه، وكذلك رأسه، وكذلك أذناه، وكذلك أطرافه من يديه ورجليه، وكل ما يمسه الماء من الوضوء تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء كما في عبارة الحديث، مع آخر قطر الماء، شيء عجيب جدا. هذا الوضوء كان عند الأمم السالفة فأضاعوه، ردوه شي حاجة كيسميوه تعميد، يرشوه بالماء، وصاروا يعمدون الكلاب مع الأسف، وقد رأيناه كنيسة تبهدلت، يزوجوا الكلاب، أعز الله ذكركم، والقسيس يعني الفقيه دياله يعمد هذه الكلاب، والأصل التعميد وضوء، كانوا يتوضوا يعني من قبل في زمن أنبيائهم حينما كان أمرهم على صلاح. شوف المصيبة ديال العبادة فين انحطت، وشوف هذا الكنز العظيم الذي باقي لدى المسلمين والمسلمون فيه مفرطون، يجهلونه، ما عارفين شنو عندهم من الكنز، ويستهينون بقيمته. هذه العبادات وثائق تاريخية نادرة، أقدم وثيقة تاريخية من العبادات موجودة عند المسلمين، كل مسلم، ولكن قليل مع الأسف من يوظف هذه الوثائق. كيف وثائق؟ وثائق تربطك برب العزة، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. فين يلقاها شي كافر هذه في الأرض؟ أين يجدها أن يناجي رب الكون؟ وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في صحيح مسلم، وتمضي خطواتك إلى المسجد والأجر يحتسب خطوة فخطوة، ويعظم الأجر بعظم المشقة، بردا أو ظلمة، بشير المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يعني عندك تعويضات على كل زيادة على أحوال العادة، تعويضات من الحسنات ورفع السيئات ومحوها، ما يضيعك ربي ولا في مليم، بل يزيدك ويزيدك ويزيدك سبحانه وتعالى. حتى إذا كبرت تكبيرة الإحرام بدأت حركة التحليق، صاف تم، الطائرة أقلعت وغادرت الأرض تماما، بدأت في الطبقات العليا من الفضاء، بتكبيرة الأحرام تكون قد أقلعت من الأرض. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، ما معنى يناجي؟ يناجي أنك صرت قريبا منه، إن خطاب المناجاة إنما هو حديث القريبين الحبيبين، يمكن يكون قريب ولا يسمى مناجاة، إذا كانت العداوة هي العلاقة فتولي مخاصمة. والتناجي تهامس بالأصوات، كتهضر معاه بواحد الصوت خافي لأن قريب لك، ما كناش ترفع الصوت، هذا الأصل يعني في اللغة. وإلا فإن الدلالة روحية معنوية، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، أي أنك قريب قريب قريب، ولا تزال تقرب وتتقرب حتى تكون ساجدا، فتكون أقرب ما تكون، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والتعبير فيه من ربه،
ولم يقل من الله، بل قال من ربه. والرب في العربية أي في اللغة هو المربي الذي يكلأك ويحفظك ويقوم بشأنك، فهو مولاك. وجعل فيه هاء إضافة، والإضافة تعني الاختصاص، أنت راك ديالو خاص به، حتى واحد ما يقرب لك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هادو ديالي، سير لهادوك اللي تالفين، يمكن لك تمشي تزيد تلفهم، أما هذا ديالي ليس لك عليهم سلطان. وأقرب ما يكون العبد من ربه، أنت ديال مولاك في ديك اللحظة، ما ديال حد. وتكون بذلتك بين يدي ربك، أعز مخلوق في الأرض، بديك الذلة ديالك والسجود، أن تضع جبهتك على التراب وتتمرغ ذلة ومحبة بين يدي مولاك، تكون أعز مخلوق وأعلى مخلوق على الأرض. وكلما ذكرت مثل هذا خطر ببالي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يسند إليه وصفا حينما سجد في ماء وطين. أحد الصحابة رضي الله عنهم يحكي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العشاء وما كان في السماء شيء، يعني ما كان غيام، فمرت قزعة يعني غيمة رعدة فأمطرت، فسال المسجد. المسجد ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط، مسقف بالطين وبالجريد ديال النخل، باللبن والجريد، الجريد ديال النخل والطين تراب. فإذا كان مطر غزير كيسيل، لأنه المناطق الصحراوية ما عليهاش أمطار كثيرة على طول السنة. فسال مكان السقف من مكان سجوده عليه الصلاة والسلام، هذاك الموضع اللي يصلي فيه بالمسلمين، ثم سال. فكانت أن اجتمع الماء اختلط بالتراب وصار طينا، وصار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجي يسجد كيلقى قدام وجهه القلتة ديال الماء والطين، ما وقف شيء الصلاة، تجيبوا ليه الحصيرة ولا الزربية ولا، بل صلى في ذلك الطين وغمس وجهه فيه عليه الصلاة والسلام، وأسجد تلك الجبهة الطاهرة النيرة الكريمة الرفيعة على ماء وطين، حتى إذا سلم قال الراوي فجعل الماء والطين يقطر من وجهه عليه الصلاة والسلام، قام هود له الماء والطين على وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعلم أن ذلك من أخص خصائص المحبة لله الرحمن الرحيم الذي أنعم على هذه الأمة بأعظم نعمة تعبدية، الصلاة. فليس عبثا إذن أن تذكر بعد العقيدة مباشرة في أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، وأن تجعل أول عبادة في التاريخ النبوي المحمدي يعمل بها في الإسلام. أزال ما كاين لا صيام ولا حج ولا محرمات، كاين لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة، هذا الشيء اللي كان في البداية قبل الزكاة، إنما كانت صلاة، وجعلت من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لو صلى الناس حقا لصنعتهم الصلاة. الصلاة شيء عجيب وغريب، الصلاة هي العبادة التي تحضرها الملائكة وتشهدها، جميع الصلوات تشهدها الملائكة، وإنما خص الفجر بالذكر لأن جميع الأفواج الملائكية تجتمع فيها، يتعاقبون فيكم في الحديث الصحيح ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر، وإلا راح تظهر فيه الملائكة تصلي معك، ملائكة النهار تصلي معك الفجر والظهر والعصر والمغرب، وملائكة الليل تصلي معك العشاء الآخرة وما يسر الله لك من قيام بالليل، ثم تصلي معك صلاة الفجر أيضا ويلتقون في صلاة الفجر. والمغرب، المغرب صلاة نهارية ماشي صلاة ليلية، لأن الحديث فيه إلا الصبح فإنها تطول بها القراءة، وإلا المغرب، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وإلا المغرب فإنها وتر النهار، أي خاتمة صلاة النهار. وكان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يحض الناس المسلمين المتقين على صلاة الليل، اللي بغى يرتب الأولويات ديالو، يشوف شكون النافلة اللي يعول عليها من بعد الفريضة. الليل، الليل أولى الأولويات جميعا، خيرت بين مثلا صلاة الضحى وصلاة الليل ولك قدرة على صلاة الليل، صلي الليل، ولا تصلي صلاة الضحى إذا عندك ترتيب ديال النوم والاستراحة، صلي الليل أولا للأحاديث، ثانيا للعمل، أي عمل الرسول عليه الصلاة والسلام مش عمل في حد. فثبت أنه لم يصلي الضحى وهي من أحب الصلوات إليه إلا قليلا، ما كانش يكثر من صلاة الضحى، قليلا
وفي حديث لعائشة صحيح أنه ما صلاها إلا مرتين أو ثلاث أو كما قالت رضي الله عنها، بينما الليل لا تكاد تمر ليلة دون أن يصلي الليل، وكان يحض أصحابه على صلاة الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بليل، إلا أن يحصل تعارض بينها وبين شيء مما يرجح عند أهل العلم. وفي حديث عجيب يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل آمرا بها أمر ندب: عليكم بصلاة الليل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بصلاة الليل، قال: فإنها منهاة عن الإثم، ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة للداء عن الجسد. عجيب، منهاة عن الإثم، ماشي يعني كيمسح بها الله الذنوب، صحيح كيمسح بها الله الذنوب، ولكن كونها منهاة عن الإثم أي أنها لا تتركك، هي صلاة لا تتركك تعمل ذنبا في النهار أو في الليل، كتقيدك وتخليك مشدود بعيد عن السيئة، هي تنهاك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومنهاة عن الإثم، واستعمل هذه الصيغة اللي هي دالة على كثرة الفعل والمبالغة في الفعل، منهاة، هل شي آلة تبعك كتحميك من الوقوع في المعصية، وهي نور على وجه المؤمن بالنهار، نور على وجهه بالنهار، وهي دأب الصالحين قبلكم، عندك واحد القافلة من الناس سبقوك من الأنبياء والصديقين والصالحين والأولياء، أولياء الرحمن فعلا الذين سبقوك، تأخذ بسندهم، يعني كتشد في السلسلة ديالهم، راك تابع القافلة ديال الصالحين، فتكون في درب من نور وسط ظلام التاريخ. عجيب جدا. ومن أعجب العبارات وأغربها هذه القولة: ومطردة للداء عن الجسد. دواء من الأدوية الربانية الغيبية الرحمانية يداوي بها الله عز وجل، ما قالش النفس، صحيح الصلاة علاج نفسي على المستوى النفسي سيكولوجي كما يعبرون، هذا مقطوع به ومشهود به لدى كل أطباء العالم، حتى الكفار يقولوا هذا الكلام، ولكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لك عن الجسد، كداوي حتى الجسد من الأمراض العضوية، وهي كذلك تسهم في ذلك بشكل عجيب، ورب داء عولج بالصلاة. لأن معروف واحد العلاقة وطيدة بين الجانب النفسي لدى الإنسان وبين الجانب العضوي، الروح التي تسكنك إذا علت وإنما تعلو بالصلاة سيطرت على البدن، وصار البدن الطين خاضعا للروح، فإذا سلمت الروح صارت سليمة وصفت النفس، صارت النفس صافية، تدفق ذلك الصفاء على البدن شفاء ورحمة ومطردة للداء عن الجسد. كرامات يعطيها الله عز وجل عباده الصالحين، وقرأنا هذا في تجارب لناس ممن فعلا عالجوا أنفسهم بهذه الأعمال، يدير مسيرة ولكن ماشي في الشارع بل في بيته وحده.